يا جماعة حنتكلم عن بارت مهم شديد في الرحلة، الاسنشلز، الحاجات اللي لازم تجيبوها معكم يا بنات. للبنات الفقرة دي حنجيب اول شيء ميك اب ريموفل، بودي لوشن، عندنا البودي شيمر للناس اللي بتحب التان، اللي عاوزة تعمل تان. هنا عندنا السبراي ده للشعر، بيخلي الشعر مرطب وبيحميه من الجفاف بتاع البول والشمس. بودي سبرايز طبعا اساسي، عندنا الووتر سبراي، عندنا الروز ووتر. انا بستخدم الروز ووتر ده، هو مغربي اساسا من شركه مغربيه. عندنا طبعا لازم يكون معنا الشامبو والكونديشنر. الحاجه الاساسيه برضو يكون معاكم ماسك، اي نوع من الماسك، بس انا بستعمل سوفيت، بحطه الصباح وبخليه نص ساعه وبشيله. عندنا السن بلوك او اي سن سكرين بينفع معاكم، انا بستخدم السن بلوك ده. وبالليل لما تجي تنومه سيرم، اوكي. الصباح فيس ووش من كيلز او اي فيس ووش بينفع معاكم. عندنا الفوريو، الفرشة بتاعت الغسول تستخدموها عشان تطلع كل الديرت والغبار، لانه شوية في رطوبة. عندنا سن جلاسز، اكسسواريز، باجز، هاتس، اوكي. سو نجي للبارت الثاني بتاع الميك اب. عندنا لازم يكون فاونديشن شوية خفيف، فانا بستعمل ده من بوبي براون، شوية خفيف مع البودرة دي. ودايما حاولوا تجيبوا معاكم لوس باودر، دي عندنا من ميك اب فور ايفر. لوس باودر كويسة شديد للجو السخن وبتنفع شديد للرطوبة، وما بتخلي الميك اب يعني كردم كده او يكون شكله ما حلو. اساسيات الميك اب، الميك اب العادي اللي انتم بتستخدموه بلاشر، حاولوا تجيبوا الليبستيكس تكون نود كلها، ما تكون الوان قوية عشان الجزيرة وبالصباح وكده. وبس دي فقرة معانا اللي هي الحاجات الاسنشلز اللي تجيبوها معاكم للجزيرة.